فوزية أحمد محمد عمارة، اتكرمت السنة دي على الأم المثلية على مستوى المحافظة. أنا بنت ريفية، اتجوزت في سن صغير، كنت واخدة الإعدادية، فاتجوزت واتنقلت من يعني مستوى لمستوى أقل يعني. طبعا ربنا قدرني وعني وقدرت يعني امشي، وربنا اداني ابني الحمد لله. عندي ابن واحد ربنا كرمني فيه ويعني وصل دخل كلية الطب، وكان متفوق في دراسته الحمد لله، وخد دكتوراه وخد ماجستير ودكتوراه. ولما اتجوزت كان جوزي شغال بالثانوية، فربنا قدرني برضو وعني لغاية لما خد بكالوريوس تجارة، واتنقل طبعا في الشغل من سكرتارية للاستحقاقات والمعاشات يعني. وجه ربنا سبحانه وتعالى، أنا يعني كنت نفسي أكمل تعليمي وأصريت لما ربنا برضو عني وقدرت أخد ليسانس آداب قسم تاريخ، واشتغلت مدرسة، وكانت آخر حياتي اللي طلعت منها معاش كانت في مصر القديمة الثانوية بنات، قعدت فيها حوالي 16 سنة. وربنا يعني افتكرني بخيره وأنا لسه في أول شغلي، كنت بشتغل بقالي سنتين لسه، وجوزي جات له جلطة في المخ عملت له شلل نصفي، قعد 6 سنين ونص شلل نصفي، وبعدين راحت جاية له الجلطة للمرة الثانية عملت له شلل رباعي، حتى عضلات البلع والرقبة وكله كان فيه الشلل. فكنت أنا اللي قايمة بيه طبعا، حتى الأكل والشرب والحمام والتشطيف وكله يعني. ف14 سنة يعني محسوبون له في الجنة إن شاء الله يعني. أنا شايفة إن ده فرض وواجب علي، فهو عشان كان عايش بقى معانا وشايف يعني حس بالمجهود اللي أنا كنت بعمله مع والده يعني، وان انا صبرت برضو على مرض جوزي، وان انا وقفت جنبه لما خلص تعليمه، وما اكتفتش بكده برضو، قعدت عملت محاولات كتير لما عملت له عيادة. وهو بقى ربنا يكرمه يا رب بقى من العيادة قدر يوصل بقى للي هو وصل له يعني. طبعا فخورة بابني. أنا مش فخورة بنفسي. أنا فخورة بابني.